بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية يا خامس. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بوحدة جديدة اللي هي وحدة الكسور والعمليات عليها. راح نتذكر مع بعض بالبداية اللي هو معنى الكسر. الكسر هو ما يتكون من بسط ومقام، بحيث أن البسط هو دائما الجزء والمقام هو العدد الكلي. البسط دائما جزء من المقام، نفصل بينهما خط الكسر. عندي راح نأخذ اللي هن حالتين للكسر: كسر فعلي اللي هو الكسر العادي المعتاد عليه، دائما بسطه أقل من مقامه. ليش؟ لأنه دائما الجزء أقل من المقام، صح ولا لا؟ مثلا 1 من 4، أنا أكلت قطعة واحدة من إيش؟ 4 قطعات. 3 من 5 مثلا، عدد الوردات الحمراء بالنسبة للصفراء 3 من 5. 7 من 11 اللي هي كسور، اسمها كسور فعلية كسر عادي، بسطه أقل من مقامه. الحالة الثانية هي الكسر غير فعلي، بسطه أكبر أو يساوي مقامه. إذن حالتين للكسر الغير فعلي: إما بسطه يساوي مقامه، البسط والمقام متساويين بهي الحالة بعطيني 1 صحيح، أو بسطه أكبر من مقامه. مثال عندي 4 على 4 اللي أعطتني 1 صحيح، 7 على 2 السبعة أكبر من 2، 18 على 5 اللي 18 أكبر من 5. احنا قلنا من البداية انه الكسر هو بسط ومقام، البسط جزء من المقام، فشلون راح يكون البسط هو جزء من المقام؟ لما يكون البسط اكبر من المقام، شلون بده يكون البسط اكبر من المقام؟ الجزء اكبر من الكل. راح يكون بحالة واحدة اللي هو الكسر غير فعلي، كسر غير فعلي لانه هو غير فعلي، من اسمه غير فعلي، غير حقيقي، إنما هو بالأصل كان عدد كسري، عدد صحيح مع كسر، اللي هو عنوان درسنا اليوم. الأعداد الكسرية راح نعرف يعني عدد كسري. العدد الكسري هو ما يتكون من جزئين، من اسمه عدد كسري، راح يتكون من جزئين، عدد صحيح مع كسر. هو ما يتكون من جزئين، عدد صحيح وكسر، من اسمه عدد كسري، عدد وكسر. والعدد الكسري رح نكتبه على صورة كسر غير فعلي، يمكن كتابته على صورة كسر غير فعلي. مثال عندي 4 صحيح وإيش؟ 1 على 2 اللي هو نصف، 1 صحيح و3 على 7. رح نتعلم اليوم إن شاء الله تحويل من كسر غير فعلي إلى عدد كسري بطريقتين: قسم الطويلة وخط الأعداد، ورح نتعلم كمان نحول من عدد كسري إلى كسر غير فعلي. نشوف مع بعض يا خامس اللي هو مثال 1 صفحة 79. عندي الكسر 7 على 3 هو كسر غير فعلي. شو اللي خلاني أعرف إنه كسر غير فعلي؟ إنه بسطه أكبر من مقامه، 7 أكبر من 3. طالب مني أكتبه على صورة العدد كسري. في عندي طريقتين: الطريقة الأولى اللي هي باستخدام القسمة الطويلة، والطريقة الثانية اللي هي باستخدام خط الأعداد. باستخدام القسمة الطويلة راح أقسم اللي هي بسط 7 على المقام 3. 7 كم 3 فيها؟ إيش بضربه بسبعة بعطيني إيش بضربه بثلاث عفوا بعطيني 7؟ ما فيش. 6 اللي أقل من 7 نعم فيه. إذا 7 فيها لي 2، 2 ضرب 3 بعطيني اللي هي 6. بطرح 7 ناقص 6 اللي هي 1. هون أنهيت عملية القسمة. ليش؟ لأنه ما في إشي أنزله مع الواحد أقسمه على الثلاث، والواحد أقل من الثلاث لا تقبل القسمة، إذا بوقف عملية القسمة لأنه الباقي أقل من المقسوم عليه. فهون عندي صار عندي الناتج 2 والباقي 1. الناتج دائما هون بيمثل لي اللي هو العدد الصحيح، والباقي بيمثل لي البسط. إذا 7 على 3 تساوي، تكتبها على صورة عدد كسري، يعني عدد صحيح مع كسر، بسط ومقام. العدد الصحيح اللي هو الناتج 2، والبسط اللي هو 1 اللي هو الباقي على المقام نفسه. إذا العدد الصحيح اللي هو الناتج، والباقي اللي هو البسط على المقام نفسه. ف7 على 3 مثلت 2 صحيح و3. نيجي لهم باستخدام خط الأعداد. برسم خط الأعداد، بجزئه إلى أجزاء حسب اللي هو الكسر اللي معاي. عندي اللي هي 7 على 3، فعندي أول إشي ببدأ 0 على 3، 1 على 3، 2 على 3، 3 على 3، 4 على 3، 5 على 3، 6 على 3، وهون 7 على 3. عندي 0 على 3 اللي بتمثل الصفر، دائما 0 على أي عدد 0. عندي لما يكون البسط والمقام نفسه بعطيني 1، اللي هون 3 على 3 أعطتني 1 صحيح. هون بدي أعرف الجزء الثاني كمان، اللي كل 3 أجزاء بعطيني إيش؟ جزء 1. أو إنه بتجي بتقول أنت هون هاي جزء 2 3، هاي 1 1 2 3، أيضا هون اللي هي 2 صحيح، اللي هي 6 على 3 تعطيني 2 صحيح كمان. يظل عندي جزء 1 اللي هي 1 على 3، إذا عندي 2 صحيح، جزئين صحيحة، وطلع عندي اللي هو جزء 1 على 3.
إذا هي برسم خط الأعداد بجزئين إلى 7/3. 7/3 اليوم كانت 3/3 واحد صحيح، 6/3 كانت 2 صحيح، فعندي جزئين صحيح 2 صحيح، وظل جزء واحد اللي واحد من 3، 2 صحيح 1/3. سواء استخدمت اللي هي طريقة القسمة الطويلة أو الخط الأعداد راح يعطيني نفس النتيجة. طيب هسه راح نتعلم اللي هو بدي إنه أحوله من عدد كسري إلى كسر غير فعلي. الاثنين صحيح 1/3 هي كانت 7/3. طب لو بدي أرجحها اللي هو بيقول لي في طريقة اللي هي بضرب المقام بجمعه، المقام بضربه بالعدد الصحيح اللي هو العدد الكلي زائد اللي هو للبسط المقام نفسه. يلا 3 ضرب 2 6، 6 زائد 1 7 على المقام نفسه اللي هو 3، 7/3 هون اللي هي 3 ضرب 2 بجمعها للبسط، بضيف البسط على المقام اللي هو نفسه 3 ضرب 2 6 زائد 1 7/3 اللي هي بدي احوله من عدد كسري الى كسر غير فعلي. تعلمنا نحول الكسر الغير فعلي الى عدد كسري باستخدام طريقتين، القسمة الطويلة وخط الاعداد. بالقسمة الطويلة بقسم البسط على المقام، ناتج القسم اللي هو العدد الصحيح، باقي القسم اللي هو البسط على المقام نفسه. خط العدد بجزئهن حسب اللي هو الكسر اللي معطيني اياه. لما يكون البسط نفس المقام بعطيني واحد صحيح، بمشي اللي هو كل هون المقام 3، كل 3 أجزاء بعطيني واحد صحيح، هون 3 أجزاء واحد، هون 3 أجزاء اللي 6/3 الجزء الثاني، وبضل عندي اللي هو جزء واحد اللي 1/3، 2 صحيح 1/3. نحولها هسه حولناها لعدد كسري، عدد صحيح مع كسر. العدد الكسري بدي ارجعه للي هو الكسر الغير فعلي. شو آلية اللي هي تحويل من عدد كسري إلى كسر غير فعلي؟ المقام ضرب العدد الصحيح زائد البسط عن المقام كله، المقام ضرب العدد الصحيح زائد البسط عن المقام نفسه 3 ضرب 2 6، 6 زائد 1 7/3 رجع اللي هو الكسر الغير فعلي. كمل مع بعض يا خامس. عندي مثال 2 صفحة 80، مخلوقات بحرية. يصل طول القرش من فصيلة الماكو إلى 2 صحيح و3 على 4 متر، بدي أكتب طول هذا القرش في صورة كسر غير فعلي، في صورة كسر غير فعلي. إذا عندي عدد كسري، عدد صحيح مع كسر، بدي أكتبها على صورة كسر غير فعلي. عندي طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي أخذناها بالمثال الأول اللي هي 2 صحيح و3 على 4، بدي أكتبها على صورة كسر غير فعلي، يعني كسر بسطه أكبر من مقامه. استخدمنا اللي هي 2 3 على 4، ضربنا اللي هو المقام في العدد الصحيح بمشي بهذا الاتجاه، مقام ضرب العدد الصحيح زائد البسط على المقام نفسه. راح اطبق لي 4 ضرب 2 زائد 3 على 4 4 ضرب 2 8، 8 زائد 3 اللي هي بتعطيني 11 على 4. راح نحلها بطريقه ثانيه، طريقه ثانيه 2 و3 على 4. الاثنين صحيح اللي هي عبارة عن 1 صحيح زائد 1 صحيح زائد 3 على 4، العدد الصحيح بجزء إلى وحدات. الواحد اللي شو تمثل؟ شو اللي خلاها تعطيني 1؟ شو المقام هون؟ 4، معناها 1 صحيح كانت 4 على 4، البسط نفس المقام. نفس الشيء هون، 1 4 على 4 زائد 3 على 4. بجمع اللي هي المقامات الموحدة هون، شرط انه جمع الكسور المقامات تكون موحدة، المقامات متساوية، بجمع 4 زائد 4 8، 8 زائد 3 اللي هي 11 على 4، اعطاني نفس النتيجة. اذا لما بدي احول من عدد كسري الى كسر غير فعلي في عندي طريقتين، الطريقة الاولى اللي هي بضرب المقام ضرب العدد الصحيح زائد البسط المقام نفسه 4 ب2 8 زائد 3 11 على 4. الطريقة الثانية انه العدد الصحيح بجزء له وحدات، الاثنين صحيح اللي هي 1 زائد 1 زائد الكسر اللي هي 3 على 4، الواحد صحيح اللي هي كانت كسر بسط مقامه متساوي اللي هي نفس مقام اللي هو الكسر اللي معاها، لو كانت 5 تكون 5 على 5، لو كانت 8 تكون 8 على 8، فالواحد صحيح كانت 4 على 4 زائد الواحد صحيح الثاني 4 على 4 زائد 3 على 4 اللي هو المقام موحد، فبجمع البسط 4 زائد 4 8، 8 زائد 3 اللي هي 11 على 4، اعطتني نفس النتيجة. بكون انهيت جميع افكار انه درس الاعداد الكسريه، ويعطيكم العافيه يا خامس.